عايزين ان هم يغربوهم، عايزين يمنهجوهم، عايزين ان هم يستحوذوا على عقولهم. كأس وغنية اشد على المسلمين من الاسلحة كلها. المرأة العارية يعني اصبحت شهوة، زين للناس حب الشهوات من النساء الى اخر الآية. هم بيستخدموا الافلام والمسلسلات عشان خاطر يغوه. طيب قبل ما انسى، مسلسل شهير جدا واصبح انا اقول لا اكاد اجزم ان مفيش حد ما شافهوش الا من رحم ربي، مسلسل يوسف الصديق او الصديق يوسف. جايبين لك مسلسل ايراني صنع، وجايبين فيه سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب. الواد لهبل ده اللي هو طالع بدور سيدنا يوسف، اللي بيقولوا شايفين الوسامة وبتهيم البنات فيه عشقا، يعني ده نحلة منه. يعقوب، جايبين لك صورة سيدنا يعقوب وهو جاي بصوته الرخيم، وإيه الكلام التافه ده؟ مين قال لكم إن تجسيد الأنبياء حلال؟ بلاش أبعد عن الواقع وأجيب كلام من عندي. دار الإفتاء المصرية حرمت رؤية هذه المسلسلات، وقالت إنها إن المسلسل ده مسلسل فاسق ماجن خبيث، يعني لا يجوز أن يراه مسلم. ده مضمون الفتوى أو فيما معنى الفتوى اللي صدرت عن دار الإفتاء المصرية. نيجي برضو نتفرج، أصل أحداثه حلوة. طب ما احنا عارفين احنا بنحب صورة يوسف وبنقرأ الأحداث واحنا بنحب أصلا القصص، بس تشوفوها مسلسل وتشوفوا الواد اللي بيمثل دور نبي وأحداث غلط في غلط، ويغيروا لك التواريخ ويغيروا لك الأحداث عشان خاطر يكملوا عدد من المسلسلات من الحلقات. يعني أنا أهيب بكم أن تحكموا عقولكم، شوف أنت بتعمل إيه عشان هتتحاسب عليه.